هذا اليوم هو يوم 27 فبراير هو الدخول رسمي لدورة فيفري 2022 في مختلف التخصصات والأجهزة، حيث يتوفر القطاع على 35 مؤسسة تكوينية بالشراكة مع قطاع السياحة والصناعة التقليدية. تم فتح 4 تخصصات، أذكر منها تخصصين في مستوى أهلية تقني سامي اللي هي السياحة، تخصص السياحة وتخصص مطبخ وحلويات. أما بأهلية تحضير أهلية تقني فهناك تخصصين أنظر أيضا أذكر منهم التخصصين اللي هم تخصص استقبال وتخصص مطبخ.